اخوات الايمان والاسلام، كما بدأنا هذه الليلة القرآنية المباركة بالقرآن نختمها ايضا بالقرآن. ايات بينات من كتاب الله العزيز يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم، قارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون والمقيم بمركز ومدينة بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية. يتلو علينا من ايات الله البينات، وندعو الله تبارك وتعالى له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكور. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا والصفات صفا فالزاجرات
السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
نورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب. إنا خلقناهم من طين لازب بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة فاستفتهم أشد خلقا أهم أشد خلقا من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب. فاستفتهم أهم أشد خلقا من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أجنتم أشد خلقا من خلقنا؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن أشد خلقا من السماء. بل
فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشي أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشي أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها والجبال
والجبال أرسيدا متاعا لكم ولأنعامكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ربك فترضى. صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة تشفع بالقرآن الكريم ليشفع لنا وللمتوفي وللحاضرين. خط الإيمان والإسلام فقد وهبنا ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه ليكون للمتوفى نورا له في قبره. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجرا. واغفر اللهم لنا وله وللمسلمين أجمعين. اللهم اجعل القبر عليه نورا ومن فوقه نورا ومن بين جنبيه نورا. اللهم شفع فيه الصيام وشفع فيه القيام وشفع فيه الصلاة وشفع فيه الزكاة وشفع فيه نبيك المصطفى خير الأنام. اللهم آمين يا رب العالمين. أجنم علم من أعلام القراءة والقراءات وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم قارئ القرآن الكريم والمقيم بمحافظة المنوفية. ومنذ لحظات مع علم من أعلام القراءة والتلاوة وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ. ومنذ لحظات ما علم من اعلام القراءة والتلاوة بمصر والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الشيخ عطية عبد الحميد شقير قارئ القرآن الكريم والمقيم بهذه البلدة. نقلت لكم هندسة صوتية وضوئية من محلات مخازن الحج محمد الزمزمي واولاده
أحباء هذه البلدة. أما قصور الضيافة المتنقلة والفراشة الكبرى مع لؤلؤة السرادقات الحج خميس متولي وأولاده بمدينة شبرخيل، كما تقدم نائبا عن جميع عائلات الزنقلي وأسرة الراحل الكريم وأنسابهم وأقاربهم وزويهم وأبناء العموم، يتقدمون جميعهم بخالص الشكر لكل من تقدم لهم بواجب العزاء، ومن السادة أعضاء الهيئات القضائية بجميع أنحاء الجمهورية، وشكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله.